ها هو خليف يخطو خطواته الأخيرة نحو قاعة العمليات، وذلك لإجراء عملية جراحية طال انتظارها لأكثر من عامين. عندي عامين وانا نجري في السبيطارات، كانوا المواعيد ياخرهم لي، درت التحاليل وهاني داخل باش ندير عمليه، ودعوا لي بالشفاء ان شاء الله. القافله الطبيه التي نظمتها جمعيه الصحه للجميع مكنت العشرات من المرضى من عمليات نوعيه وفحوصات طبيه متخصصه. تحت رعايه السيد ولي ولايه المديه وتحت اشراف مديريه الصحه والسكان، تنظم المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بشلة عدورة مع بالتنسيق مع جمعية الصحة للجميع لولاية الجزائر قافلة جراحية طبية تضم عدة اختصاصات. أخصائيين يعني في طب النساء، طب الأطفال، طب الجلد، طب الأعصاب، طب الداخلي، وهذه الأخصائيين يعني راهم يجوبوا البلديات المجاورة بشلة عدورة. 7 عمليات جراحية اليوم الثالثة، حيكونوا 10 عمليات جراحية إن شاء الله. ورغم استحسان الساكنة للمبادرة، إلا أنهم تمنوا تدارك النقائص الكبيرة المسجلة بالمؤسسة. جراحين جونا 5، عندنا قاعة واحدة تاع جراحة، واحدة ما تكفيش، يعني 5 كاين حتى جراحين راهم قاعدين يستناو، لو كان كانوا 2 قاعات كانوا ينحوا عدد أكبر من فهمت. ولا الحاجة الأخرى ثاني، المؤسسة هذه الوحدة الاستشفائية ماذا بينا لو كان يكون فيها اختصاص تاع طب الأطفال، اختصاص تاع الطب الداخلي، يعني المؤسسة هذه دشنت من 2015 بقرار وزاري ولكن مخصوصة. وإلى أن تتحرك الوزارة الوصية لتحسين الواقع الصحي بشلة العذاورة، يبقى ساكنتها يعانون إلى حين.